عايزين نقف مع واقعة جديدة بتثبت إن الحب ما يعرفش أبداً المستحيل. أيوة. أكيد بتتكلموا على حبي ليكوا. ليه ده ماله ده إحنا مستحيل ولا إيه شايف؟ لا مش مستحيل، مين قال كده؟ ده أنتوا خليتوا لحياتي طعم. الله يخليك. شوف حسن بيثبتنا. الله يخليك. لا بتلطم دي. أنا أقول لك القصة بدأت منين بقى؟ هي بدأت من أمريكا وأبطالها شاب أمريكي وشابة اسمها هانا وشاب اسمه شين، حبوا بعض. بدأت القصة ما بينهم إن هو كان مصاب بضمور عضلي في العمود الفقري، واللي بسبب المرض ده ما قدرش يقوم من على الكرسي المتحرك لفترة طويلة جدا، كانت تقريبا بدأها من هو عنده سنتين بدأ يحصل له ضمور المشكلة دي في عضلات الضهر. هنا الحياة عرفت علشان شافت له انترفيو لقاء مصور له اعجبت بيه جدا، وبعديها بدأت تراسله لحد ما حبوا بعض وطلب ايديها فوافقت فورا. زي ما احنا شايفين في الصور احتفلوا بفرحهم من كام شهر، والحقيقه عايشين يعني قصه حب. ده ام شين ده عياله، حاجه جميله قوي. ام شين ده عياله، ده عياله، ده عياله يعني. وقال كمان شين ان حب هنا فرق جدا في حياته، لانه حس انه لاول مره مش عبء على حد، لانه كان بيقول دايما انه الناس كانت دايما بتضايقه بتعامله وحش من اول ما كان طفل، وبيحس دايما انه الناس بتتنمر عليه. تنمر اسوأ حاجه طبعا. على فكره عندنا قصص من ديت في مصر. خليني بس اقول لك، شين وهانا دلوقتي عندهم 1,000,000 متابع على السوشيال ميديا، فيديوهاتهم لذيذه قوي، بيدوا امل، بيركزوا على الفيديوهات اللي بيقدموها ان هم يثبتوا الحياه للناس ان الحب ما يعرفش الاعاقه والحب ما يعرفش المستحيل، وفيديوهات كده كلها حب وبتدي امل كبير قوي في الحياه. عشان كده بقول لك عندنا قصص مشابهه في الكلام ده في مصر. حقيقيه يا شفا؟ حقيقه. تعرف قصه فيه؟ زي ميسه وخالد. بينهم قصه حب اسطوريه، وكمان ميسه كلها بتقول لها كل اللي حواليها رافضين يقولوا لها بلاش الموضوع ده. وصممت ووقفت جنبه وبسم الله ما شاء الله. تعالوا بصوا صورتها، احنا شايفين عايشين في قمه السعاده. احنا عندنا اهو ميسه هنا، ميسه هنا مصريين، وشين خالد اهو. خالد شين بالظبط. والله فعلا الحب ما يعرفش مستحيل. تاكدوا من كده، ما يعرفش مستحيل. لسه خدتها من على لساني والله. ما يعرفش مستحيل الحب طبعا. اكيد العلاقه بيبقى فيها تحدي، لكن بالحب والتفاهم بنقدر نعدي كل حاجه. اكيد طبعا. يا سلام، حلو الحب مش كده؟ شوف بتبرمش حالمه. حلو بتبرمش الحب. لا والطقم كمان طقم مدي حاله، مدي الحاله بالظبط. حس ان هي في اعدادي. ما انا واقفه مع اتنين ملايكه لابسين لي ابيض ملايكه النهارده. فمديني طاقه. حب بقى، حب ايجابيه. طاقه ايجابيه. عايزه اقول لكم ان المشاعر دي حلوه قوي، بتعلمنا انه مش الموضوع يبقى مادي بين كل اتنين. هي في قصه صحيح احساس حب، حب صادق مفيش اي مصالح فيه.